وعندنا مساحة بالسي، كفاءة التسجيل، عندنا مساحة. مشكلة بالنت، لا في سبح. لا مو وقتك، مو وقتك. وين البانديج؟ أخطأ بيها اللعبة. وين نومس لاين؟ لا ماكو نومس لاين. ما عندي نومس لاين ثاني؟ هناك طبعا اكو دببة وحوش وهاي السوالف، هم لازم سيارتنا وينها شغلها ونطلع. خليها هنا أنا. بس حتى ما ننسى نطلع منها على ايدنا اليمنى. اي البطاية مالتي بيها شحن مو؟ نتأكد. البطاية مالتي شحنها ربع. ايش كم بطارية ثانية عندي؟ ها عندي بطارية كاملة، اوكي تكفيني.
هسه اول سايد على اليسرى اللي هو يوديني الجبل. هو هذا تأكد منه. اي لا لا دير بالك لا توقعين. تسلم حبيبي على اللايك خاوي لي. هاي الباني بيت هنا عجب. يلا هم خوش مكان. والله طيق مزعج. خاف طلعت انا بطيق غلط. اي أيوة والله هو
اعتقد راح اوصل. لا وين بعد؟ ذاك يا تجبل ذاك البرج مال اتصالات. دب يا ابو سترك ما توقعت هاي هنا ذول الدبابة. بس لا البوابة مسدودة. هذول شلون نخلص منهم؟ كسرت رجلي. دبابة ما توقعت منها. بس
شكون يعني؟ تمثال هذا؟ ما ادري شلون بغيت اعدل. اي راح الكسر مو راح الكسر. الله يعلم شو راح القى جوا. شلون اعمل لابس خمامته؟ اوكي. يعني تقريبا الكسر يطول 10 دقائق الى ربع ساعة. امور 6 وهنا شني جلوفز. خوذ ايش قد يا رقم هاي؟ 7. ارمر 10 انا يا ارمر عندي 10 بس هذا احلى مو؟ هذا شنو؟ ارمر 10 هذا بعد احلى. بول 8 بس ندخل بطاقتنا. بعد تلفت Danger do not enter. هسه شو نسوي؟ ننتظر تقريبا 5 دقائق تفتح البوابة. انتظر بوابة تنفتح. صدق نحضر اسلحتنا. ماكو مجازين ابو المية؟ انت تعال مجازين ابو الخمسمية.
واكو بعد سلاح عندي وينه لوبا بس لا بايعه. اهو ما هو يمكن بايعه. مو هذا ماي كاملة؟ يتبع شنو؟ هذا خل نعبي طلق لان هذا تقوي. ماي كاملة؟ يلا معود قاعد انتظر مسات 5 دقائق. ما شاء الله شوف الاصوات. ها سكوب ما يرهم ليه ما عندي سكوب ثاني. يلا افتح. فتح. او شكبك ما تقلي انت ذا هاي يستخدم معك نيدل. كو بعد خلصوا مو؟ اكو سلاح افتح هنا ما ادري شنو. اي اكس ار هذا يفيد عنده وعد اعتدي عليه. شنو هذا الدخان؟ اي ار وينت هذا 25 اف سعره. لوبا ماجنوم عندي. هذا شنو هو؟ تكتيكال بوتش عندي. تكتيكال بوتش هواي مو
ساندل كيت شلون شكلها هاي يصير يعني؟ حلوة هاي بس مساحة ما عندي. لحظة شات ليش ما اخذت سلاح هنا؟ خلي السلاح هنا يلا هسه. ليش؟ يلا هسه اوكي. ناش عندي فايكنج نايف، قد كان سعرها هاي؟ هذا اس ار، لا اس ار 2 سعره رخيص ما يفيد. هيلمت ليفل 9 انا يا ليفل 10. يا الاقوى هذا اللي هو هذا ميديوم انسوليشن باتر داون ذا فانيلا ارمور. هذا 2.5 2.5 مو ماكو فرق. هذا الأسلحة تجي دارتها هو ما أقدر أطلع الطريق البي وأنا جوا ماكو ما تبين. بس ار ماك ما احتاجه. اكو سجون اتذكر انا. لا يمكن مو. اكو سجون. مقرين ذنهم عدلين عليهم او متاهة. لحظة بالله هذا خاف مكان سري. خلينا نشوف هذا وين يودي. شنو صادين الصبح؟ ايه ناش عدي اوه والله ما احب هاي السوالف. باب هذا شنو هي ما تقول لي. مسدود مسدود مسدود. اكو شيء هنا لو تلعب علي لو ارجع طريقي. فاذا عند اللي طريقي
لا والله يسوى. سدس بس المكرو لا هي اكس تكون سنايبر ما احتاج خلي يلا من احتاج شوف اسلحه افضل واخ ايوه كاسف ميترف ناتو ضعيف فايكنج شيلد يريد ياخذ مساحة هذا هذا نفس سلاحي تايتي صير هنا ما كفي وانت تعاي من يجيني ها هاي منا اجينا اوكي منا ما شفنا شكو منا ما رحت هلا بالأسلحة ماكو غير اللي اكس اب ماكو بخمسة آلاف يباع رخيص كلش شو عندي هنا هذا هنا اكس راي هاي خوش منطقة ببن واقع هذا منين اجيت حتى نسيت منا اجيت هاي شفنا هاي عدة منها هاي الاكزيت اوكي بس طبيت من باب طلعت من الباب الثاني اجزاء مكان رجعت من عنده مو او نطير خطأ رجعت وحاي رسالة
اذا طريقة منه قزي منه طريق منه شنو هذا توني شفته اوكي من. اذا اخذ كله قبل وين يوديني الشغله مو حلوه متاهات ابد ما لها داعي اوكي اعتقد وصلت المكان اي وصلت مكان جديد بس لها متاهة لا رجعنا عند اختي راس ما كان هيك قبل ابد ما كان هيك مكان جديد مسدود شنو؟ تضحك علي؟ هذا حتى ما انسى هذا طابلة شدها مكان جديد لا والله نفسي اذا مو منا اقول خاف غير مكان هاي مكان ما داخله مو
اي ما داخل لي. بس لا مسدود. ما غير هذا الطريق. هذا وين يودي؟ ما معقول اكو مكان ثاني. هذا ما داخل لي. اوه بس واحد؟ على هسه داخله منه. بس ما اتاكد انه طالنا منه. خل ادخل منه. هذا الاكزيت منه. هسه المفروض انا ارتفع لو انخفض ما افهم. حتى اعرف طريقي. هذا مال ميز. ها ها طيب جديد. بانس 10 انا بانس يا ليفل بانس 9 تعال. اسعار اذا اسعار ما يفيد. هذا راقي. في النهاية فايكنج هيلمت.
عطيه جديد يوديني. وين هذا الصوت يمشي؟ ماكو شي هنا. هذا وين يوديني الطريق؟ طريق ثاني. اي تعالن تعالن الله جابشن. لحظة لحظة شنو هذا؟ مسدس ما يفيد. طبعا اكو بعد بيت فوق. هذا وين يودي؟ ها هذا المتوى ذكرته. هو شنو متوى بالاحرى؟ اكس ار ماي فيت. لا كوخ او يا نفس بيتي. شنو السلاح؟ بس شو طلع عادي لوبا ما لوبا ما اسمه. يقولك هاي الاسلحة راقية. هاي الاسلحة راقية. عشان شي اللي تبي. هذا محتاجه. هذا يفيد. فايكينج سعره غالي. مات.
أوه ما يجي شنو وين راح رايفل ماجازين روز اوف ذا ويندز ناخذه ايش حصاني وين رحنا بالمعبد احنا ها ذكرت هذا المكان بس قمت اربط يا معود لا تنكسر رجلك في دير وحدك وانا خلق هذه جيت من اذن منا شنو المكان هذا هذاك المكان ان شاء الله راح انزل اكو درج لو انتحاري هاي مال مترو اوكي اذا المترو جواي هاي مال مترو هلا شوف الزومبي والمستذئبين الاكزت يعني منين راح يصير يعني لازم لا ماكو طبعا ماكو نزله بعد ما احتاج ارجع منه حس الاعتبار انا صعدت من هنا انا رحت منه بس من هناك ما رحت مو هذا غير مكان اكس اكشو دو هذا شنو هذا اي من هنا المترو شنو السلاح هذا؟ اوه اسا ما يفيد ادري بك عطش بس اعطينا صبر ماي منين نجيب لك ماي هذا الماي هي طبعا ضيقين منا او منا ماكو فرق صح اختامنا لان ذاك انا داخله اشوف طريق جديده فيرست ايد كيت شنو هذا بليدنج ما احتاج هذا وين ينزلنا بالله ها المترو هذا شنو هذا شوية مو كنا احلى
واحد يا رب سترك. تعايتي اكتم الصوت. منا ثولان منا. وانت شلون يوصل لك؟ وين اصوات يمشي؟ فوقا يمي هاي ذبحة هاي ذبحة. جالس تنسى هذا شنو؟ نا عندي شي؟ اي هنا اكو باكس يمكن. ها انا من ماخذ انا صدق. هو ب500 دينار كاتبها على شنو؟ شو عندنا هنا؟ ما عندنا. شبيك ما قلي شبيك. تيهت وين المخرج؟ ها هذا جو وين يودي هذا؟ هذا اللي طلقه ما يفيد لان طلق نوع ضعيف مو شرط. هاي انا 50 كيلو ما جاي يفيد وياهم. هاي نزلت انا جوا المترو. هذا يسوى سعره لو ما يسوى؟ خاف اخذه هناك وابتلي. شو عندنا هنا؟ اي اكس اي هذا راقي. هذا صديق راقي. بس شنو احنا شنو نسوي؟ ما نسوي له شيء. ها ذكرتها هاي. ذكرت لازم كلش اكون حذر هسه.
بس هنا اصعد. لا هاي خدي، هاي متاهة، عوفني منها. اكو اتذكر شلون الكهف اذا ما مغيرينه. كن مغيرينه. يلا حيل انهد. وين راح انزل بعد؟ بس هاي شو صعد لي اياها كذي؟ دير بالك. ها هذا كيف مو؟ اي هذا. تموتي خرب شكلك. يا ليفل هاي خوذه 8. هسه انا حيبيكم حيبي الجنطه الشايلها. ليش ما اقدر اوصل لهذا المكان؟ هذا يسوى. بما انه بدله بدله بش شو مسدود. مسدود لو اكو طير. اكو طير. ما تموت. ماكو شيء هاي. ما رجعنا. هاي وين راح تودينا بالله لا صعدنا.
سيرفر ريست اس كل دقائق يرجع. I don't know, maybe not from this particular terrestrial realm. From bipolar, aren't there moments where a guy like crashes into something in the corner? Like, oh my god, it's all my mom's fault. Shut up. Shut up. Stop. Move forward. You know the world ain't about to end. Money stacks high, but this paper never spends. You know these haters are against your grind. Fall on skin your knee, yeah, we do it all the time. You know the world it ain't about to end. Are against your grind. Fall on skin your knee, yeah, we do it all the time. You know I suffer from manic depression. They learned my lesson and now I'm guessing how to locust Smith and Wesson. It ain't no question that I'm still knocking rhymes. I'm back and forth inside my mind. There's something missing that I just can't find. It's like the common denominator is the Terminator. I speak my mind and tell the truth and now I'm the hater. Walk away with that weak shit, I wanna hit him. You talk this shit and then you play the fucking victim. If we're getting the truth out, then let's be honest. Some of these powerless shows, yo, they weren't the hottest. But I never seen you bring a single fucking fan. And I never seen you hit the bar without stuffing your face, man. Hit the blacklist, another thirsty rapper. Bring your new girl, I bet Defiant smacks her. And you still don't know shit about me. A hardened fucking soldier, street made OG. Just be happy there's an old man in front of the evil. Or I'll be on my grind looking for retrieval. It's not the end of the world, it's the beginning of a new one. Or I'll be rolling over this box in a tricked out Chevy one ton. I'm in my zone, you should call me Metallica. Face your ass out like Battlestar Galactica. And you should know that there's residual beef. And Dirty B wants mayo on his sandwich with a little Dovel meat. You know the world ain't about to end. Money stacks high, but this paper never spends. You know these haters are against your grind. Fall on skin your knee, yeah, we do it all the time. You know the world it ain't about to end. Money stacks high, but this paper never spends. You know these haters are against your grind. About this business diligent, he needs to jump the bandwagon cause he's irrelevant, yeah. Probably celibate, sucking by his dick, crying over 6'9" and how he lost his bottom bitch. And yeah, I'ma be real, I put like 20 minutes in your project. The sound of your voice, it makes me wanna vomit. So stay in the closet and culturally appropriate. Concede from this rap game, lame duck candidate. Woo. Talking all that shit from like 1,000 miles away. Lace your fucking shoes cause it's time to get paid. Point your little finger, power, lust, and self-made. I thought you knew it back in the day when I was casting my shade. It doesn't matter what I do, it doesn't matter what I say. I'll procreate the game while you haters fucking hate. Proving to the world that I'm doing something great. You live to blow up, yo, I think I'll just wait. Remember the time you hit the rhyme, believing the timing was something divine. You couldn't rap, the beats were all whack, lacking the paper you needed to stack. Looking the skills, flipping the bills, balance the scales, you're bumping your bills. You were a hole that I needed to fill, you were a victim I needed to kill. Fuck what you heard, I needed my birth. I can be second as long as you're first. I can be humble as long as you're great. Wasn't the grind, I needed to skate. بعد ما اي تكمل هذا المكان ما راح اروح له لانه نفس المكان شي تبي فوق انا. شنو الصعب بالضبط ما فهمت وقاعد شنو وين رحت وقعت جاسم صد بابا
دخيلك ابو شنو هذا؟ صعيد افضل. هاي مكان مقلشات بيه دباب طبعا. وقتك جوع. لازم ازيد جو اكلوت زين، بس مشكلة داني الدباب شلون وياها. إذا ما كنا بلكي قال لي شن شنزي عشان جوا ما تقول لي ترى مكان شن فوق هذا إيه قال لي إيش بلش اسمه قايش بالصخرة بس هالشكل له ما تقول لي اقول ما كنا جوع يعني ايش منين اجني بس هو صوته يخرع خراب حظ 100 طلقة كاملة لا تشد ولك روح عابت شكلك اكو بعد واحد وايضا اني
المكان المقلع الرئيسي هذا الجو من ساعة قريت عليه اتش وين راح؟ يعني اذا ماي شلون اقدر انبطح؟ حتى ما فكرت اذا ماي تعال صديق الله جابك. وين هاي خليت ماي مالتي خفي عطش كانتين. أظن بقاي قاعدة من اتش كيو قبل لا اجي من هنا. اكو مكان انطلاق، هذا بداية الانطلاق من ساعة قريته هبوط طيارة بس ما اتذكر وين. من هاي الجهة من هاي الجهة ها نفس المكان مو نفس المكان. تذكرت هذا مكان رجع اي خلي اتذكر بالله انا صعدت منه. جيت منه وسمع صوتهم. هذا لقيته ما كلوت هنا؟ هاي قمة الجبل ليش اياها عجب ما كلوت هنا. اسوي الحين من الدرج عد مساحة انا اخلي بيها جلد ما ادوب. ما عد عاد شلون دبابة يخبلن في دول الله. لونهن اخضر مدري اصفر مدري شنو. إذن هذا طريق منه لأن ذاك نهاية معدومة ديت إنت ماكو يعني ما أقدر أصعد بعد. طريق نزل ذاك مو وجه صعد. إي هذا ذكرت ما شاء الله خوش مستودع مال أسلحة. ارمر 10 هنا عندي ارمر 10 كل نفس الشيء كل عندي. هذا ايش قد اس جي ضعيف هذا هذا ناش عندي ما يحتاج. هذا السلاح اي كي اس ار ضعيف سعره رخيص ما يفيد. هذا شنو عتاد هم ضعيف ما بي قيمه. انا ما شاء الله مقبض هاي الاسلحه كلها وعدي هاي وهاي وهاي وهاي. فايكنج وار بانر ما عندي مساحه. المشكله مساحه ما عندي. اس ار 2 انت تسوى تسوى
أبيد لك المكان هذا. ما عندي شي بعد هنا. نصعد العمارة هاي. او وقتك تعطيش. وين الماي؟ عشان المكان. لحظة لحظة. هاي ما ادري بالمكان. خلينا نشوف اكو شي هنا. هذا جوي ينزل ما او متاهة. راقي شي راقي طبعا. هذا بعد شيء أرقى. هسه هذن الفلوس اللي عندي طقنا بالمليون، القصد الأسلحة اللي عندي. كل واحد على 75 ألف قد هن. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. هاي بس عشرة هذن. هاي 11 12 13 هذن كل واحد على 50 16 17 18 19. خير من الله. غير اللوت طبعا نبيعه. هذا وين يودينا بالله؟ ها نفس المكان هذا مو؟
شنو ذاكي؟ هيكل عظمي ها. ماكو مكان نفس، لا ماكو شي نفس. ماكو فرق. ما تخني هاي راح اصعد كلش لفوق. دايم عول لا توقع مالي خلقك في دوحلك. هاي وين راح يساعدني؟ يا الأفضل أصعد لو أنزل. أصعد لو أنزل. شنو فيلم تشين؟ ما تقول لي شنو فيلم تشين؟ هذا المترو الطريق الصحيح. لحظة أسأل وين؟ لا لا ضعيفة. اسأل وين يستاهل.
او ها آه، هذا المكان المسع وتصعد له ما قدرت انزل. اي اصعد له عفو. اصعد فوق. لا ولك جيت وقعت. هذا ممكن ارجعه؟ لو مو هو. اوه هذا مكان رجع جيت منه. اذا ما اصعد فوق. اصعد فوق. وكشي شدها. وصلنا او وصلنا. يا مكان هذا يمكن مال كهف. نوب. هذا المكان الرئيسي. مكان البداية هذا.
خوش ما بقى لشي يعني نفس الطابق هسان. لو مكان هذا ما كيف والله يمحي. قاعدنا مسدود هذا يجي هذا جيد اي مكان كيف هذا هذا المرتفع اثول 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 خايب شبيك اثول انت ما تقول لي شبيك ذا اعطيك هكذا اي لا وقع وخلص اسم الله اسم الله اسم الله اسم الله بس اكيد بس اكيد بس اكيد بس لا تسوينا سالفة لا تسوينا سالفة مش انت دبريته؟ لا ها طيق من هنا مقلش خلي ولي ما اريده شو تشوف هسانا ما تقلي كان مقلش خلي ولي بعد عود ادراجه طايبين وسم حتى سم شو بدك تمن والله انا ما اخاف بس من الدبابة صعد هنا وهي متى هاي بس احنا هسه شنو المفروض نصعد لفوق طريقنا الصحيح لفوق يعني شكل ارتفاع واحدة
ايه هاي مكان يمكن مألوف. هسه لا لا صد ها المترو هذا بعد نطلع منها ما عندنا شيء. احنا نروح لهاي الاكزيت افضل. منا منا ذكر منا نوب صعدنا هنا وانا بعد انت ليت شو عدد او اللوت اي هذا المكان لا ما قضى من الماي لا مو منه طيب تتريسايكلين وفولتي فيتامين اي ذا منا اذا طريق الصحيح وصلنا الاكزيت انتهت مغامرتنا بهذا المكان او
بس نفتح البوابة. يمتى طلعتوا لي؟ يمتى طلعتوا لي يا ابو سترك؟ ما اقدر والله محبوس. زين فتحنا بوابة ثاني. وقتك الجوع انتي خاطر ربك. عم ننتظر 5 دقائق عم تفتح البوابة. خوش اسلحة يا يابه. فويش تريد روح؟ سأكض البياع. سلاحي بي لا 3 طلقة بد ما تكفي. يلا يا معود يا فتحي. ما خلصت 5 دقائق. طبعا ما حد منتظرني برا. بس كم 10 ذياب و4 دبابة و خلنا نقعد. سافة تطول. آخ بس سيارة تلقاها لا جو يمطر.
يلا ما صارت 5 دقائق. افتح يا سمسم. لا دين بداية قايلها. والله قديم، لا ارشادات ولا توعية، وكل شيء عرفت بيها. هسه الأم العربية كلها فوق، شو اسوي انا؟ ما شاء الله الصوت جاي تخترب طبعا. تعال خلي اخذك، ابد ما اخليك بقلبي. ليش ما اقدر اخذه؟ حرامات. هسه للسيارة ركض. ويا ركض ما تقلي. وفيدي عم دور ركض. انا خايف بس من الدباب. هاي كله سهل. الدباب اسرع من عدي ونرمى عليهم ما يرجعون. اجن بسم الله الرحمن الرحيم. والله صوته يفزع يفزع. هي حيرة. بالله حيا. قاعد لي ركب ونص ما اصدق اطلع. انت وين طريت ما تقول لي؟ ما شاء الله. هذه يا فوق مو
طلع راسك ولك. هلي تعال. يموت خرب شكلك. كثر شيء ما تقول ايش كثر شيء. خلصين؟ وين شتى انت؟ ما قلت وين شتى؟ يا ابن القندرة. تعال انت تعال وين شردت؟ ايه يا بس قد ذني. بقى واحد مو؟ اتمنى تكون ده اخر واحد يا اخي وعد ما تقدر خاطر الله ده ما يفرخون. هلي حياهم الله. وينك ابو حمراء؟ مات لو شرد. شي موتة ما تقدي.
شنو هذا؟ انت من طلعت لي؟ اوه وقع في الدق وحكم خالصو راح مليها لكم خالصو سيارة بعتي يا الله حتى انقر سليف واطلع قلت انا محذوف هسه ومخلص ليش ما اشتغل سهل وحتى مو توجع بعد عمو لا تعوق بس نفسخها ورجعها ترجع بلاد يلا في مال لا او هم زين ذاك ما اجاني الناري لو هذا الصخري وهذا دوب هم وياهم اطفل وحوش ما زال الله بس لا 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 لا, لا. اتحرك 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 بوي اخترعت انا وين هسه بالله اذا اتشيت من هنا مو طريق مختصر شنه عادي عادي ما تفلش بس انا المفروض هسه وين اروح؟ هاي يا جهة الايست ايست او الويست بيش شلبت ما تقلي بيش؟
عادي شبعي قلبات مو مشكلة، لأن على الطريق منه باكر ما وصل. هو السيرفر كله جلتشات بقت على هاي. دخت لحظة اكو طريق منه او ادغال مسات تدغل خوبة ان شاء الله. بعد شوية بعد 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 جاي يدوس بنزين يعني العلم. ها دوب جاب الدب هنا بس الفتيهم. لا يا الله لا طلع سلاحك بس طلع سلاحك بس طلع سلاحك بس طلع سلاحك ابن القندرة. وين الباندج؟ الباندج وين؟ الباندج وين؟ هذا الباندج. انزل انزل لغوة هاي خل اقول هذا الشارع قدامي.
هاي السكة مال القطار وين تودي؟ تودي لا مو البنم بس اذا امشي بيها السكة مال القطار خلي امشي بيها افضل لحظة لحظة تعال هاي بشمالك طيق صح؟ اوكي بلا لحظة هسا انا شنو احتاج؟ متل شيت ما لقيت داخل هاي البيوت الانشائية متل شيت
يا اخي شنو هالسدارة هاي تعبانة. بالعدل وقبل هاي يمكن الاستدارة قريبة مو؟ هسه شو اسوي؟ ما راح اروح من هناك لان بابا مزوده وبيها الدبابه وهاي وحوش، فراح اعبر منها على البحر احسن. جعت مو تدلل هذا يفيد فيلد باندج
أوه. Che dice? Coffee pack. يا أخي هم عطش. هسه شو نسوي؟ وين هاي اشترينا ابله خلينا نزه شلون شكلها؟ هي هاي خلي اجيب هاي الجديد مال الدب مطرقة احتاج طبعا ليش ما اقدر اخذها شيء ثقيلة لحظة دخلناها بالقاع شلون يا شي قال شلون هاي جديدة بعد اكو مشكلة بالسيرفر لو هي منطقة بيها شيء ما معقولة
يا هسي تمام طلع السيفر معلق. بس لحظة جديد ما دب وين مخلي انا يعني؟ يصير اشتري مشترى والله اكل كله خربان. هذا الشق ما بي شي اروح البيع بعد. تذبح ذبح هاي اللوفة لا ايه